السلام عليكم، طيب الله اوقاتكم مشاهدي قناه المرابطون في كل مكان، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المشهد. الاتحادات الطلابيه في موريتانيا ترصد في تقرير شامل ما وصفتها بالاختلالات القائمه في مختلف جوانب المنظومه التعليميه الاكاديميه في موريتانيا، سواء ما تعلق بالشان الاكاديمي او الاداري او المتعلق بالخدمات. حمل هذا المسح عنوان التعليم العالي الوطني وحصاد مسارات الاحاديه، مؤكدة أن الأزمة الطلابية على مستوى التعليم الأكاديمي تفاقمت بشكل كبير في ظل ما تقول إنها ارتجالية إدارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي للقطاع، وحالة الارتجالية الفردية التي طبعت تسييره حتى الآن لهذا الملف الحساس حسب تعبير التقرير. ورأت الاتحادات الطلابية في رؤيتها أن التعليم العالي الوطني بحاجة ماسة لجهود الفاعلين فيه جميعا من طلاب وأساتذة وعمال حتى ينهض من كبوته ويخرج من دوامة المشاكل التي أحدثتها سياسات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفردية وقراراته الارتجالية التي أنتجت اختلالات عميقة لن يتم التغلب عليها ما لم يتداعى كل الغيرون على سمعة ومصلحة هذا القطاع الهام والحساس من أجل انتشاله والنهوض به. لكن في المقابل، لماذا حمل تقرير الاتحادات الطلابية وزير التعليم العالي والبحث العلمي كل الاختلالات وكأنها شخصنة لحرب بين الاتحادات والوزير، وليست حربا ونقدا بناء منهجيا من أجل تبيان الاختلالات؟ ألم تسير الوزارة من قبل وزراء آخرين وبرؤية مختلفة قبل هذا الوزير؟ ألم تتحقق إنجازات ملموسة على مستوى التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة على مستوى البنى التحتية التعليمية وعلى مستوى المعاهد المهنية والمدارس المتخصصة؟ ألم تطرح الوزارة خلال الأعوام الماضية خطة ناجحة من أجل تنظيم هذا القطاع، خصوصا فيما يتعلق بالمنح والخدمات الجامعية والنقل وغيرها؟ كيف لم يذكر تقرير الاتحاد الطلابية الإيجابيات واكتفى بذكر سوءات النظام التعليمي الأكاديمي في البلاد؟ أم أن بيانات الاتحاد باتت سياسية أكثر منها طلابية؟ أسئلة بين أخرى أطرحها هذا المساء على ضيفي حلقة المشهد، حبيب الله اللقاح، عضو الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق. أهلا بكم سيد الكريم، شكرا على تلبية الدعوة. بداية، على ما بنيتم هذا التقرير الشامل الذي مسح كل هذه الجوانب الإدارية والأكاديمية والخدمية في بما تعلق بالتعليم العالي في موريتانيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الكريم. شكرا جزيلا. طبعا الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات أصدرت هذه الرؤية التشخيصية لواقع التعليم العالي تحت عنوان التعليم العالي الوطني وحصاد مسارات الأحادية. هذه من خلال هذه الرؤية الموضوعية اللي قدمنا عن واقع التعليم العالي اليوم، رصدنا مختلف جوانب الاختلالات اللي تعاني منها المنظومة التعليمية، يسوف جانبها الأكاديمي، يسوف جانبها الإداري، ويسوف جانبها المتعلق بالخدمات الجامعية، ويسوى أيضا في الجانب المتعلق بالحريات داخل الحرم الجامعي. كان حاولنا من خلال هذه الرؤية أنها تعد رؤية موضوعية وأنها ترصد مواطن الخلل وأنها تقدمها للرأي العام الطلابي والرأي العام الوطني، عسى أن يتداعى الفاعلون والغيرون على القطاع من أجل انتشاله من هذا الواقع الصعب العالي أرصح تحته في ظل الإدارة الحالية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اللي اتسمت بالارتجالية واتسمت بالقرارات الفردية اللي أدخلت منظومتنا التعليمية للأسف الشديد في نفق مظلم، نرجو أن تخرج منها بسلام بجهود الفاعلين في القطاع. أمامي نسخة الآن من هذا التقرير، والذي بطبيعة الحال عرض للجانب الإداري والجانب الخدمي وجانب النقل الجامعي، وأيضا عرض المجموعة من الجوانب منها المنح الخارجية، المطعم الجامعي، السكن الجامعي وغيرها. يعني التقرير لم يذكر أي إيجابيات في مجال التعليم العالي الأكاديمي والبحث العلمي، ذكرتم فقط السلبيات. يعني أين هي المكتسبات التي تحققت للطلاب الأكاديميين في موريتانيا انطلاقا من سياسات الوزارة؟ التقرير اعتمد على الموضوعية في رواية الواقع اللي يعاني منه التعليم العالي اليوم. إن كانت لا اليوم اليوم التعليم العالي الوطني للأسف الشديد داخل نفق مظلم جراء هاي القرارات وهاي السياسات.
باسم حيلة لا هنا ننتشل التعليم العالي من الواقع اللي هو فيه هذا، واللي اخترنا نفهمه للرأي العام الطلابي ونبينه للرأي العام الوطني خطورة عمق المشاكل اللي موجودة، يسوى اللي منها في الجانب الأكاديمي اللي متعلق بتقادم المناهج التعليمية وعدم وجود مراجعة حقيقية لها وعدم الإشراك الفاعلين في القطاع من أجل تبني إصلاح حقيقي للتعليم العالي الوطني في موريتانيا، والغياب التام لمرحلة الماستر في بعض مؤسسات التعليم العالي اليوم، اللي تخرج كل سنة مجموعة من الطلاب من مرحلة الليسانس وفي النهاية لا يقيسوا الشارع ولا يسمح لهم ولا يعودوا جابرين فرصة. لكن في هذه النقطة على ذكر هذه النقطة، الغياب التام لمرحلة الماستر، هناك مفتوحة ماستر في بعض التخصصات أنتم لم تذكروها، لم تعتبروا هذا مكسبا، وانتم قبل سنوات كنتم تنادون بضروره فتح اقسام للماستر وتم فتح الاقسام فعلا تطبيق نظام LMD كان مطلب اساسي من مطالب الطلاب وهو مكتسب وهو مكسب، وهذا المطلب تم تطبيقه ولكن فيه قصور حقيقي، ده هو اللي اخترنا نفتح عليه. اليوم عندنا مؤسسات ما موجوده فيها مرحله الماستر نهائيا، وعندنا بعض منها مرحله الماستر فيه تمشي مره وتوقف مره، وعندنا مؤسسات فيه مرحله الماستر ماشيه بالسيف، وعندنا بعض المؤسسات للأسف الشديد قاعد غايبة فيها مرحلة الدكتوراه نهائيا. نظام LMD المطبق فيه حالا مرحلة الأولى منه، وبالرغم من النواقص الكبيرة اللي موجودة فيها أنه هذه توجد بعض المؤسسات الآن ما فيها نهائيا مرحلة الماستر، من هذه المؤسسات بعض المؤسسات بعض المعاهد المهنية، المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، المعهد الجامعي المهني، المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروسو، عندنا جامعة تامة ما فيها مرحلة الماستر، جامعة العلوم الإسلامية بالعيون، عندنا المعهد العالي للدراسات الحديثة، جامعة أنشئت سنة 2011، هذه الجامعة إلى حد الساعة ما فيها مرحلة الماستر، إلى حد الساعة لا يتخرجوا منها الطلاب ويمشوا عقدك يدبروا على رؤوسهم، في النهاية ما عندهم فرصة أنهم يقدروا يكملوا نظامهم، انهم يقدروا يكملوا تعليمهم، انهم يقدروا يولجوا لمرحله الدراسات العليا. نفس الشيء للاسف الشديد في المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلاميه اللي داخل حالا سنته الثانيه وهو مرحله الماستر معطله فيه نتيجه قرار من مدير المعهد على انه هو جاء ووقف ذاك اللي كان ماشي من ماستر نتيجه نتيجه لماذا؟ نتيجه الشمنه العقليه للاسف الشديد الغير تشاركية اللي يدار بها القطاع، انه المسير لا هي يعدل هو ذاك اللي ظاهر له بدون انه ما يرجع ولا يشرك الفاعلين في القطاع كاملين من طلاب واساتذه وغيرهم. اذا ايضا نفس الشيء خارق عندنا في بعض الكليات، عندنا كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه تعطلت فيها مرحله الماستر لمده سنتين متتاليتين ما هي مفتوحه فيها، عقب ذاك انفتحت بمعايير وطبقت فيها للاسف الشديد معايير قد ينقال انها اليوم معايير ما هي اكاديميه، حيث تم حرمان الطلاب من الدراسه على اساس السن، وهذا ما هو موجود اليوم في اي جامعه انه يتم حرمان الطالب، ينقال انت ما تقدر تقرا بكني عندك 28 سنه ولا تقدر تعدل مرحله الدراسات الجامعيه العليا بكني عندك 30 سنه والله عندك غيرها. في بعض الكليات مرحله الماستر تم تقليص اعداد الطلاب المقبولين فيها سنويا، معناها اعداد الطلاب اللي ينقبلوا في هذه المرحله يتقلصوا يوم بعد يوم، بالتالي هذا خلل حقيقي. نحن نختار الفاعلين في القطاع ينتبهوا له، نختار الطلاب ينتبهوا لهذا الخلل، ونتداعى جميعا من اجل اعلن ننتشر منظومتنا التعليميه من هذا الواقع اللي هي فيه، واذا ما هو وحده فيه للاسف الشديد نقص كبير في الكادر البشري القادر على تكوين وتاطير الطلاب في مختلف مؤسسات التعليم العالي الوطني، وفيه نقص كبير في اعداد الاساتذه، فيه اعداد الاساتذه اللي العقدويين اللي عدوا الحصص التطبيقيه فيهم نقص كبير، وايضا بحاجه لان نجبر اساتذه اكفاء قادين ينهضوا بعمليه تكوين وتاطير الطالب الجامعي، فيه ايضا عدم مراجعه المناهج التعليميه انها مناهج تعليميه تم اللي كانت تدرس في النظام القديم تم نقلها للنظام الجديد بدون ما انها تعدل فيها مراجعه حقيقيه وتوائم مخرجات هاي المناهج التعليميه مع متطلبات سوق العمل، نعود نقول لهم خرجوا طلاب قادين يجبروا فرص حقيقيه للتشغيل في سوق العمل، اذا ما هو موجود للاسف. كذلك ايضا المكتبات يعني حتى لا ندخل في السر الطويل، المكتبات فيها تقادم تفاصيل التقرير، المكتبات فيها تقادم، نعود للمناهج نعود للمناهج. كنتم تطالبون بتطبيق نظام LMD، تم تطبيق هذا النظام، ابرزتم الحاجه الماسه للبنيه التحتيه والكوادر البشريه. فعلا
احنا تم تطبيق النظام غير فيه وجوه قصور هو اللي لفتنا عليه الانتباه، وايضا فيها انه المكتبات لم يتم تطويرها ولم يتم تحديثها في ظل هاي موجة ثورة التكنولوجيا. الطلاب يالتم يعودوا يمكنوا من بحث علمي ويعودوا يقدوا يجبروا مكتبات الكترونيه يولجوا لها ويعودوا يقدوا الكليات تعود موجوده فيها قاعات للمعلوماتيه ويعودوا يمكنوا الطلاب فيها من البحث العلمي ويعودوا يشجع البحث العلمي في وسط الطلاب. وده هو اللي ما هو خارق وغايب للاسف، نتيجه لماذا؟ اذا منعكس عليه شيء من التسيير الاداري للاسف الشديد اللي يقد ينقال انه فردي وارتجالي اودى بالمنظومه التعليميه لانها تعود الاختلالات اللي فيها ما هي قادره تجبر حلول. وابرز هاي هذا هو السؤال الاختلالات على ماذا اعتمدتم في هذا التقرير؟ السؤال الأول الذي طرحته ولو لم تجيبوا حتى الآن، يعني هذه مشاكل الطلاب، يعني كيف تتدخلون في استراتيجيات الوزارة وتطبيقها للمناهج التكوين والتطبيق؟ يعني أنتم طلاب هذا التقرير اعتمدنا فيه على معطيات موجودة وقائع طالب الجامعي اليوم يعرفها والمهتم بالقطاع اليوم يعرفها ويعرفوها الخبراء فيه ويعرفوا هاي المشاكل اللي لفتنا لها النظر ومتحملين مسؤوليتهم ومستعدين لي رقاش آخر قد يشابهنا بشي ما هي هاي الحقائق الموجودة. نحن نتحمل مسؤوليتها ونقولوا إنها ثغرات كبيرة في منظومتنا التعليمية لفتنا لها الانتباه من بين عزة إنها تصلح وبين عزة إنها يعود فيه حوار جاد ويعود فيه عملية أخذ ورد بين الفاعلين من أجل أن القطاع يؤخذ من هاي الحالة المتردية اللي فيه، من أجل أن الحالة الإدارية الفردية اللي يسير بها القطاع يؤخذ منها شور حالة جماعية تشاركية يسيره فيها كافة الفاعلين في القطاع وعلى رأسهم الطلاب، لأن الطلاب هما الحجر الأساسي وهم الركن الراكم في العملية التربوية وهم المستهدفين بها، والنصوص تنص على أنهم يعودوا ممثلين وعلى أنهم يعودوا موجودين في مختلف الهيئات اللي تمارس عملية الإدارة والعملية التربوية في الجامعة. للأسف الشديد تم تعطيل للأسف الشديد تمثيل الطلاب من سنة 2015 إلى الآن الطلاب مغيبين عن مراكز القرار في الوزارة ومغيبين عن مراكز القرار في مجلس إدارة الوطن المركز الوطني للخدمات الجامعية ومغيبين عن مراكز القرار في مجالس الكليات وفي مجلس إدارة الجامعة ومجلس التربوي العلمي. وعادة المنظومة تسير وفق وجهة نظر الفرد، الفرد هو اللي يتحكم فيها. رغم ذلك أنتم تقولون بالتحسينات التي قيمة بها سابقا في هذا المجال باستحداث يعني اداريا باستحداث ترسانه قانونيه ناظمه لعمل مختلف قطاعات التعليم العالي الوطني، حاله اللامركزيه التي احدثتها النصوص تشجيعها لدمقراطه التعليم العالي، لانه هو متولي الوزير، يعني انتم تحملون هذا الوزير كل الاعباء. اريد ان افهم فقط، يعني هل هذه شخصنه للموضوع يعني مع وزير؟ يعني انتم تشخصنون تعرضون لمشاكل التعليم العالي، مشاكل المنح، مشاكل أقسام الماستر، مشاكل الدكتوراه وغيرها، مشاكل الخدمات الجامعية، ثم تعودوا تقولون بأن هذا الوزير هو السبب في كل ذلك. ده هو اللي قلت لك إن كنا موضوعيين في الرؤية اللي عدلنا وفي العملية التشخيصية اللي عدلنا. الأوجه الإيجاب فيها ذكرناها وذكرنا أنه فعلا كانت موجودة ترسانة قانونية فعلا تحاول أن يعود فيه أسس دمقراطة حقيقية لعمل للتعليم العالي في موريتان، وأن هذه المرحلة كانت مرحلة فعلا كانت فيها كافة الفاعلين كل من موقعه يحاول يساهم في عملية النهوض بالتعليم العالي. إلا أنه للأسف الشديد ومنذ إنشاء ومنذ تولي وزير التعليم العالي الحالي والبحث العلمي للوزارة لإدارة القطاع هو اللي بدأ به عملية استهداف المكتسبات الطلابية وعمل التراجعات في القرارات التعليمية. جميل جدا. قولي أنتم تتهمون وزير التعليم العالي. سنأخذ الفاصل. لماذا؟ لا أنا من يحدد الفاصل. سنأخذ الفاصل. تتهمون وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور سيدو سالم بكل هذا، سنعود وستطرحون بطبيعة الحال هذه المبررات. مشاهدي الكرام نأخذ فاصل قصير ونعود لاستكمال الجزء الثاني من حلقة هذا المساء من برنامج المشهد، لا تذهبوا بعيدا.
عدنا إليكم من جديد ضمن الجزء الثاني من حلقة هذا المساء مشاهدي قناة المرابطون في كل مكان، برنامج المشهد والتي نناقش فيها مسحا تقدمت به 7 اتحادات طلابية يشخص واقع التعليم العالي وأهم الاختلالات التي يعاني منها. أسعد باستضافتكم الأستاذ حبيب الله اللكا، عضو الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات. يعني عندما نتدرج في التقرير، وهو تقرير طويل، عرضتم فيه لمجموعة تقادم المناهج، الغياب التام من مرحلة الماستر في بعض الكليات، في بعض الكليات للأمانة الغياب التام من مرحلة الدكتوراه في أغلب مؤسسات التعليم الوطني، النقص الكبير في الكادر البشري وغيرها. يعني نصل إلى جوانب لم تذكروا فيها المكتسبات الطلابية التي تحققت حتى الآن، خصوصا فيما يتعلق بالنقل الجامعي والخدمات الجامعية. على الأقل هناك تطور. كنت نقول سابق الفاصل أعلن لماذا يتحمل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي المسؤولية نتيجة لعملية التسيير الفردية اللي سير بها القطاع. اجتمعت اللجنة الوطنية للمنح يوم 31 مارس سنة 2015 واتخذت قرار بإسناد حوالي 7000 منحة للطلاب الموريتانيين بين الطلاب الموريتانيين في الداخل والخارج. نهار من غد قعد وزير التعليم العالي بمرسوم وزاري أحادي وأصدر قرار بإلغاء نتائج اجتماع اللجنة عن طريق مقرر وزاري. التف وزير التعليم، الوزارة ترى بأنها اللجنة الوطنية للمنح جزء من الوزارة، واجتمعت اللجنة بكامل أعضائها واتخذت قرار ترى اللجنة ويرى أعضاء اللجنة على أنه يصب في صالح الطالب الموريتاني. لماذا وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتجنع على صلاحيات اللجنة ويتجنع على الطالب الموريتاني ويتخذ قرار أنه لا يحرمه من المنح؟ لنقول لك إحصائية عندنا هون، المنح الداخل اللي أسند منها هذه السنة اللي كانت حوالي 2700 منحة خارجية، حوالي 2700 منحة خارجية يجبرها منحة داخلية يجبرها الطالب الموريتاني في الداخل، وحوالي 700 منحة خارجية. اليوم هذه السنة لجنة المنح عن طريق تعليمات وزير التعليم العالي أسندت فقط 1700 منحة لمجموع الطلاب الموريتانيين في الداخل، اليوم حوالي 19100 طالب من كلية علوم قانونية والاقتصادية اللي فيها أكثر من 5000 طالب اليوم، ممنوحة منها 370 طالب اليوم سنة 2018. ممنوح من كلية الآداب والعلوم الإنسانية اللي فيها أكثر من 3000 طالب، ممنوحة منها 200 طالب فقط، وكلية العلوم والتقنيات اللي فيها حوالي 4000 طالب ممنوحة منها 500 طالب. هو ذا اللي طرشن، هو التعليم العالي كان يسند المنح للطلاب على اساس ليس بهذا الحجم على الاقل، هو بدل الحجم بعد هي بس محيله تعود كانت عندنا 2700 منحه. كلية الاداب فيها 3000 طالب تمنح منها مثلا 2500 طالب عن طريق المعايير اللي كانت موجوده يتم منح الطلاب، عن طريق المعايير اللي موجوده يتم منح اعداد كبيره من الطلاب كانوا يستفادوا من المنحه وتساعدهم في اعباء الدراسه. هما ما موفر لهم التصوير المجاني للمذكرات، هما ما موفر لهم نقل ذو جودة يمكنهم من هذا، هو ما عندهم خبرانة نقل موجود على الأقل خبرانة هما ما عندهم سكن جامعي بالرغم منها سنتهم الرابعة حالا في المراكز الجامعية، ما عندهم سكن جامعي، لا يوجد نقل الآن. عندنا حوالي 7000 طالب مسجل في ثلاث كليات في المركب الجامعي الجديد، ما فيه سكن جامعي في المركب الجامعي القديم، كان هناك سكن في المركب الجامعي الجديد، كان هناك سكن في سكن جامعي في المركب الجامعي بسعة حوالي 90 طالب، ولا فات ووزع إلى حد الساعة، ولا يقدر يعود حد ساكن هون في كابيتال، ولا يطلع شور الجامعة شور المركب الجديد. قلت لك قبل اني اخبر انا معناها عن المشكله القائمه، ان نقولون ما في سكن جامعي معناها ان ما في سكن جامعي ولا فيه نقل جامعي للاسف الشديد ذوك ان ترانسبورت دو كاليتي يوفر للطلاب، ولا فيه اليوم اطعام يقدم لهم الاطعام في مطعم، ورصدناه في الرؤيه انه مطعم سعته حوالي 450 طالب يتم يوميا ترتاده 3000 4000 طالب، وتظل واقفه في الشمس مرنقي على سبه وجبه ضئيله هزيله قدمها له إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية. بس محيلة معاذة من الظروف الصعبة ومعاذة من الدراسة خارج الحرم خارج المدينة ومعاذة من صعوبة الظروف ينقبل الطالب وتقلص من احتوى الله ينقرصوا أعداد الطلاب اللي يمتنحوا بجرة قلم هكذا مرسوم وزاري أحادي مصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بس محيلة ينحرموا الطلاب اليوم من أنهم يعودوا عندهم ممثلينهم اللي دافعوا عنهم في مجالس الكليات ويدافعوا عنهم في مجلس إدارة الجامعة ويدافعوا عنهم في اللجنة الوطنية اللي منح ويدافعوا عنهم في مجلس إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية. بأي حق يتم حرمانهم من هذا؟ هذا نتيجة سياسات الوزير لأنه يعني عطلها من سنة 2015 هي معطلة إلى حد الساعة. لماذا ما يتم
انتخاب ممثلي الطلاب ويتم يعود موجود صوت طلاب يدافع عن الطلاب ويدافع عن مصالحهم. جميل. وده هو اللي ذكرنا قبل النصوص الترسانة القانونية الناظمة للتعليم العالي اليوم كانت موجودة فيه عملية ديمقراطية حقيقية تمكن كل وحدة إدارية منها تمارس صلاحياتها ويعود فهم لا مركزية حقيقية في إدارة التعليم العالي. حالا التعليم العالي للأسف الشديد يسير بطريقة عمودية، معناها جميل. مرتهن للفرد، الفرد هو اللي لا يصدر تعليم والله عن طريق تعليمات يلغي عمل اللجان ويلغي عمل وإذا خلل لا بد نقول أنه خلل، ونحن جزء من القطاع وجزء منه معناها عمل فاعل فيه حتى نكسب بعض الوقت. الحريات الفردية داخل الحرم الجامعي، قلتم بأن الطالب عانى في الآونة الأخيرة من مواجهة استهداف غير مسبوقة للحريات الفردية الجامعية داخل الحرم الجامعي، يعني كأن الطالب يتم ضربه داخل الحرم الجامعي، يتم قمعه داخل الحرم الجامعي، يعني ما معنى هذا الحديث؟ الطالب يتم ضربه داخل الحرم الجامعي، يتم قمعه داخل الحرم الجامعي وموجودة صوره، الطلاب يتم كل يوم خميس ينقمعوا، لم تدخل الشرطة الحرم الجامعي محرم عليه قانون تدخل الحرم الجامعي، لم يقمعها أحد، من أين تحصلتم على هذا؟ كل يوم خميس الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات تنظم مسيرة انطلاقا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية باتجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالمناسبة عند مسيرة يوم الخميس القادم الساعة 10 انطلاقا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية ندعو جميع الطلاب للدفاع عن حقوق بالعودة إلى هذه النقطة، حتى هذا إعلان غير معوض، هذا إعلان غير معوض بالعودة إلى أنا ما عدت الإعلان إلا قلت أنه توقف مسيرة يوم الخميس، أنتم أعلنتم مسيرة ويطلب الطلاب يشاركوا فيها كاملين من أجل أن ندافعوا يا أخي عن الطالب الموريتاني. اليوم لا يمكن قمع طالب يا أخي في الحرم، أنا اللي نتكلم معك ما زلت آني من آثار كسر تعرضت نتيجة القمع العنجهي والوحشي اللي تعرضنا له، تعرضت له في الحرم الجامعي داخل الجامعة تعرضت له أنا كطالب داخل الجامعة خارج الجامعة، تعرضت له أنا حتى تجيب داخل الجامعة أم خارج الجامعة، نقولوا لك تعرضت له أنا طالب جامعي واخذ مؤسسة التعليم عالي واعد الوزارة الوصية نوصل صوتي برفضي للمسار الأحادي اللي يسير به التعليم العالي خارج الجامعة ليس داخل الحرم الجامعي، ومن درايه الاخر اذا كان يبرر كسر عظمي والله يبرر كسر عظم طالب اخر، ومن درايه كانوا يبرر العنجهيه ويبرر حاله البربريه اللي تواجه بها مطالبنا، يبرر حاله البطش اللي موجوده صورها اليوم اللي نعامل بها، من درايه لاخذنا خارج الحرم الجامعي بعد ان اوصدت امامنا الابواب اياك نوصلوا رسالتنا مبرر للوحشيه والبربريه اللي نواجه بها، هذا مبرر لاعتقال الطلاب، مبرر لكسر عظامهم، مبرر لضربهم بالهراوات وضربهم بكاسكات وضربهم مبررات ايضا في المقابل، هل هناك مبررات أن تفسدوا دراسة طلاب آخرين لم يختاروا التوافق؟ ما أفسدنا دراسة الطالب، الطلاب خاضوا عن وعي وعن قناعة، الطلاب اللي ماشيين عن قناعة في مطالبهم، نحن إلين عدوا لين تتحدث عن الجميع، هناك طلاب كانوا يستمعوا للمحاضرات، إلين عدوا لين وقفوا الدراسة لين أرجعوا للطلاب ونقولوا هارهم يدوروا ويأخذوا معانا، يغير إلين عدوا ماشيين في مسيرة سلمية ماشي فيها أعداد كبيرة من الطلاب، بالمئات من الطلاب ماشيين يوصلوا رسالتهم، لما هو مبرر للبربرية والوحشية أشعرتم بها إدارة الجامعة موجودين إعلاناتها وأشعرنا بها ومعروفة وجهتها ومعروف أنه واخذين في احتجاج سلمي واحتجاج حضاري جدا، ما كبينا مهر رقاش أزرقنا رقاش بحجرة ولا عدلنا شيء، هذا مبرر إياك نعامله بالوحشية ونعامله بالحيوانية اللي تعاملنا بها قوات الشرطة، من درا إحنا عندنا صفة أن طلاب علم ماخذين من جامعتنا واعدين وزارتنا الوصية إياك نوصل رسالتنا، وعندنا صفة أن طلاب أن مواطنين موريتانيين نعبر عن ظلم واقعنا ماشيين ندافع عنه، يبرر الهمجية والبربرية اللي هل لقيتم تجاوب انطلاقا من هذا المسألة؟ بالرغم من كامل وبالرغم أجبرتوا تجاوب اليوم أجبرتوا تجاوب بالرغم من حالة الوحشية اللي نواجه بها إلا أن أيدينا مادينها للحوار ومستعدين للحوار مع الجهات الوصية، متى أبانت الجهات الوصية عن إرادة حقيقية للحوار وعن حل مشاكل الطلاب؟ هذا التقرير قدامنا اليوم، هذا المسح لواقع التعليم العالي، هناك نسخة منه لدى الوزارة، هذا المسح اللي هو احنا اخرجناه للرأي العام الوطني وهو موجود، لماذا لا تتركوا نسخة منه للوزارة الوصية متى على الأقل؟ هذه مجموعة من المقترحات، مجموعة قلتم من الثقرات والنقد المنهجي لواقع التعليم العالي في البلد، يعني انتم تخرجوه للرأي العام قبل أن تتركوا نسخة بعد منه بعد ان اوصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابوابه امام اي شكل من اشكال الحوار مع الطلاب، يتحاور معهم عن طريق استدعاء الشرطة
عن طريق قمعهم وعن طريق إطلاق يدهم في ضربهم وسحلهم وتكسير عظامهم واعتقالهم وسجنهم. هذا هو الأسلوب اللي واجه به وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاحتجاجات الطلابية السلمية اللي واخلة تريد حل المشاكل. ما هم واخذين من التظاهر من أجل التظاهر، واخذين بهم عزة يجبروا حل مشاكلهم الموجودة. أنت لا يجبروا حل، أنت لا ينزل وزير التعليم العالي والبحث العلمي من برجه العاجي وينزل الواقع مؤسسات تعليمية تختنق وداخل نفق مظلم ويتبارك يحل مشاكلها ويتبارك فعلا يقدم حلول حقيقية حتى للمشاكل. حتى الآن لم تجد تجاوبا لم نجد أي تجاوب حتى الآن. وما دفعنا إلى الاحتجاج إلا أن أوصدت أمامنا جميع أبواب الحوار مع الجهات الوصية من أجل حل المشاكل الطلابية. ونؤكد هون أن نضالنا أنه مستمر وأنه سيتصاعد في الفترة القادمة حتى ننال حقوقنا كاملة، وحتى يتم منح الطالب الموريتاني حقه، وحتى يتم لإخراج التعليم العالي الوطني من هذا النفق المظلم اللي دخل فيه. نحن اليوم نوجه نداء استغاثة لكافة الفاعلين في القطاع، هلموا لنتدارك هذا القطاع ونخرجه من هذا الواقع اللي هو فيه. إياك نعود فعلا قادين ننعمه بتعليم عالي ذو جودة بمخرجات تمكن من فعلا بناء حقيقي للدولة الموريتانية اللي فاصلة فأولادها كاملين. إياك تقد تنهض وإياك تقد تتقدم. هذا نداء للفاعلين يعني كاملين في القطاع ونداء أيضا أين هي المكتسبات في مسيرة طيب جميل جميل جدا. انتهينا من التقرير، أين هي المكتسبات اليوم التي تحققت على مدى يعني 10 سنوات، دعني أقول 5 سنوات 3 سنوات من نضال هذه الاتحادات الطلابية؟ منين هي المكتسبات؟ وهذا التقرير لم يذكر أي إيجابية واحدة لوزارة التعليم العالي، لم يذكر أي إيجابية واحدة للنظام التعليمي في التعليم العالي في البلاد. أين هي المكتسبات وأنتم تسمون الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات؟ نختار نقول أن النضال الطلابي أنه عمره ما هو 10 سنوات ولا هو 5 سنوات. النضال الطلابي جزء أصيل من هذه الجامعة وجزء أصيل من الحركة الطلابية في موريتانيا، جزء أصيل من مكون جامعي. تجيبني على النقابات الطلابية موجودة منذ 18 عام وهي تدافع عن الحقوق. أين المكتسبات اليوم؟ وهي وستظل أين المكتسبات انطلاقا من هذا التقرير الذي أخرجته وهو خالي من بهارات الإيجابية؟ يعني نختار نقول أن هاي المكتسبات للأسف شديد شهدت ضربة في الصميم وجهها لوزير التعليم العالي. يسوى اللي متعلق منها بالجانب الأكاديمي والله الجانب الإداري وعملية الديمقراطة اللي كانت موجودة وعملية اختيار الطلاب وعملية تمثيلهم في المؤسسات وعملية الفاعلية واللامركزية اللي كانت موجودة والله عن طريق كبت الحريات الفردية والجماعية داخل الحرم الجامعي وتحويل الكليات والمعاهد إلى كنتونات أمنية القبضة فيها العمال الشركة الأمنية والقبضة فيها يحس فيها الطالب بالرهبة والخوف بدلا منه يحس أنه فضاء جامعي، فضاء حر للإبداع والابتكار قاعد يمارس فيه هواياته وقاعد يجبر فيه ذاته. تحول شور عبارة عن كنتون أمني يشعر فيه الطالب بالرهبة والخوف. يسوى اللي متعلق منها بتردي الغير مسبوق اللي واصل له الخدمات الجامعية خاصة في ظل الإدارة الحالية للمركز الوطني للخدمات الجامعية وما أحدثته من فوضى كبيرة في هاي العملية. يسوى اللي متعلق منها بعملية إسكان الطلاب والله عملية إطعامهم والله نقلهم من وإلى المركب الجامعي والله اللي متعلق منه بصرف المنح اللي المنحة الهزيلة اللي كانت 8500 مارست إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية شطط فيها وعادت تصرف عن طريق الوكالات البنكية وعادت حولت المنحة عادت معاناة أولا كانت تنصرف في الوقت حالا عادت تتأخر أسبوع وعشرة أيام عن تدخل في وقتها ولا يقلع منها البنك ضريبة ولا يقلع منها يدير عليها مجموعة من الضرائب وتتحول منحة في النهاية من 8500 شهر انطلاقا 5000 من هذه النقاط يجبرها الطالب بعد ياسر مفردية ولين يوخذ من المكتسبات التي قلتم بأنها أفسدت من خلال هذه الإجراءات مجتمعا لدي دقيقتين. انطلاقا من هذه المكتسبات التي قلتم بأنها أفسدت من خلال، ألا تعتبرون هذا يعني شيء طبيعي نتيجة ضغط الطلاب نتيجة تخرج طلاب جدد دخول طلاب جدد في منظومة التعليم العالي؟ هناك ضغط على المنح، هناك ضغط على الخدمات الجامعية، هناك ضغط على النقل مثلا. منظومة التعليم العالي تسير بالطريقة اللي كانت تسير بها ما طرأ لها شيء، كانت تسير بطريقة تشاركية ويجد فيها كل مكون ذاته، حالا عاد تسير بطريقة فردية ومن الطبيعي انها تخسر. شكرا جزيلا لكم حبيب الله اللقاه عضو الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، كنتم ضيفنا في هذه الحلقة. انتهى للأسف الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامج المشهد. شكرا جزيلا لكم مشاهدي قناة المرابطون في كل مكان، وإلى أن تجمعنا حلقة قادمة تقبلوا تحياتي ودمتم في حفظ الله وأمانه.